يعني انا يعني المرأة بس الان انا شخصية يعني بالذوق تبعي يعني ما احب المرأة تضع مكياج يعني على وجهها يعني بحب شيء طبيعي يعني حتى مرات يعني من الاشياء المضحكة الكويس نحن ما خلقنا النساء يعني يعني هل معقول اقف امام المرايه مشان احط لي حمره وكحله بدي اضيع وقتي هذا شو المسخره هذه يعني ربما هو وضع اخر او خلق جينيا يعني كمخلوق اخر لا يشبه ادم يعني ربما له السكينه يعني او القرار او الحنيه للمراه يعني طبعا هي مصدر الخراب ومصدر الاعمار بنفس الوقت بشكل مخفي يعني كل النساء بلا استثناء لكن انا احب النساء يعني من نمط الخنساء يعني التي بيضت عينها على فراق اولادها حب حنان الذي يتشبه بحنان الام او طيبتها ذات القلوب الخضراء الكبيره